سلسلة دروس المحاضر إتمام النشاط Activity Completion. بيستطيع طلاب رؤية مدى تقدمهم في المقرر من خلال المربعات بجانب الأنشطة بها علامة صح. المربع بخطوط متقطعة بيتعلم عليه تلقائياً عند استيفاء معايير معينة. أما المربع بخطوط متصلة بيجب على الطلاب الضغط عليه لإتمامه يدوياً. لتفعيل تتبع الإتمام Enable Completion Track اضغط على زر Turn Editing On وبعدها اضغط على Options واختار Edit Setting. في نهاية الصفحة هتجد Completion Tracking وهي مفعلة تلقائياً، ولو كانت غير مفعلة قم باختيار Yes واضغط على Save and Display. بعدين افتح نشاط أو محتوى داخل المقرر وقم بتحديد معايير متابعة الإتمام. بجانب أي نشاط أو محتوى اضغط على Edit بعدين Edit Settings، وفي نهاية الصفحة هتلاقي Activity Completion عشان تحدد منها المعايير. Don't indicate Activity Completion وبتعني عدم وجود مربع تأثير بجواره النشاط أو المحتوى. Students can manually mark the activity as completed وبتعني أنه بيستطيع الطالب يدوياً تحديد إتمام النشاط أو المحتوى. Show activity as a complete when conditions are met وبتعني أنه بيصبح النشاط أو المحتوى مكتمل لما تتحقق به المعايير. لعرض النشاط على لوحة التحكم بيجب تفعيل اختيار Expect completion on وتحديد التاريخ. بالنسبة لإتمام الأنشطة في المنتديات بيمكنك أنك تطلب درجة أو تطلب من الطالب أنه ينشر عدد معين من المناقشات أو الردود، والنشاط لن يكتمل إلا عند قيامه بده. من قائمة إعدادات المقرر اضغط على Course Completion وهتظهر لك ثلاث اختيارات وهي Course Completion بيمكنك تحديد الأنشطة المطلوبة لإتمام المقرر، Default Activity Completion ومن خلالها تستطيع تغيير المعايير التلقائية يدوياً، Bulk Edit Activity Completion بتسمح بتغيير مجموعة من المعايير اللي بيتم تحديدها بالفعل،